ألقي نظرة يا إنكيدو لنعد النظر في طريقتنا. سور آخر بين الناس وأصحاب السلطة، آمل ألا يتوقع صاحب الميناء وصوله. النظرية على الإطلاق. لن يطول الأمر. سأطلب. انتبه، انت ستؤذيني. يا
الأفضل التوالي عن الأنظار. ذلك غريب. تسرني رؤيتك أيها الناس. اسمعوا، هل سمعتم أراء المؤمنين؟ كلمات طيبة للرقيق الذين هربوا من أسيادهم وتركوا واجبهم. يسعى العيون وراء الأخبار عن أولئك الذين بالنهر. أين الشرطة عندما عار عليك أيها الشرير؟ أيها الحرس، اطلبوا الشرطة. حول تلك النظرية الفلكية. بخصوص السباقات، اذهب من دوني، سأحظى بليلة هادئة. عاد ذلك الزميل البيزنطي. أعتقد أنك ستنتظرني. ما دفعني إلى لا شيء هنا من أجلك. انزل. انطلق يا انهم حكمت من الافضل ان لا تتركنا قطعه الاثريه تفلت منا وهو ليس من لكنه لم يقل شيئا. انه لا يحذر قط. ماذا؟ حتى أمك لن تتمهل. أنت هل لي بكلمة معك؟ لعنكم الله، قطعة أثرية. مست. لقد رأيته.
الذي تنوي فعله؟ لا تدعوه يهرب. الآن بعد أن ضيعوا القطعة الأثرية سيضطرون للمزايدة عليها في المزاد. إنهم لا يهددونك الآن. طر يا إنكيدو. إنه هو أيها الحرس، فريدتكم هنا، أمسكوا به. لا تسئ فهمي. لا أظن ذلك. إن تحدي الشرعية. لا مكان تختبئ فيه. أنت ميت بالفعل. اخرج محالك. توقف. عليك اللعنة. كون من هناك؟ أنا مسلح. هذا أنا.
الحسن الصغير يرجع إلى عشه. خالي الوفاض؟ إنها هنا، ستساعدك هذه في إخراج بضاعتك من الميناء. لم أشك فيك قط ولو ثانية. تعال وتناول فنجاناً من أجل الذكريات، بل سأعد لك شرابك المفضل. ماذا وجدت هناك؟ من وراء الأمر؟ رجل يدعى جاويد، كان يعمل لصالح شخص ما، يبحث عن قطعة أثرية، دبوس شعر غريب. إنه مهم بطريقة ما، أحتاج إلى اكتشاف السبب، لابد من ذلك. لقد تغيرت أيها الحسن الصغير، أم هل ينبغي أن أقول حسن فقط؟ عندما التقينا آخر مرة كنت لص شوارع، أما الآن آمل أنك تعرف ما تبحث عنه. من الأفضل أحياناً ترك الشوكة داخلك لئلا تنزف بغزارة. الآن ماذا عما وعدتني به؟ إليك دعوة للمزاد تمنح للضيوف المبجلين، لا تسألني من أين حصلت عليها، ما لم ترغب في سماع الأكاذيب. بتلك اللفافة ستدخل دون إقحام نفسك داخل صندوق من صناديقي. أكانت تلك خطتك؟ تحمل الرجال الأسوأ لتحقيق أهدافهم. يبحث شخص ذو نفوذ عن دبوس الشعر، لكنه تركه يفلت من يده. الآن فرصته الوحيدة في المزاد الكبير. التالي حراس يضايقون أصحاب المتاجر. أنا لم أسيء الظن، ألا يحتمل أن يكون رجلاً بريئاً لو وجهه العالم القاسي؟ هيا! طردوا بالتوبة.
لابد أن ذلك المخيم يضم التجار. يفترض بالتجار أن يكونوا على هذا الطريق، ربما لاذوا بمرتفع جبلي. مكانك؟ من هو؟ السلام عليكم، لقد أرسلتني صديقة لكم، قلقة على سلامتكم. بعد ما حدث للحصان من حقها أن تقلق، لكننا لا نعرف ماذا نفهم من هذا. دعوني أساعدكم، لعلي أستطيع اكتشاف ما حدث. سنكون ممتنين. لابد أن الجاني قد ترك دليلا، أثار أقدام وأثار دماء. لقد نقل رأس الحصان إلى وسط المخيم. حصان الجميل لجوم، ملاكة، من عصاه يقدم على فعلة فظيعة كهذه. لا تنظر إلي، لم أرتكب مثل هذه الفعلة النكراء. أدارك، فهؤلاء الفاسقون شرهم عظيم. ماذا حدث هنا؟ حدث الأمر في ظلام الليل، لم أستطع الرؤية جيدا، لكن رأيت شخصا على ما أظن، لا يمكنني الجزم. هل كان هذا حصانك؟ لقد أخذه حادس الآن، إلى جانب القلق بشأن عطش بغداد السخيف إلى النقود. لابد أن أقلق الآن على مشيتي. ملاكا، أرقد في سلام يا ليغوم. أظنني رأيت هذا الوجه من قبل. ستلقى عقبة أفعالك أيها الحرس. توجد آفات تلوث شوارعنا. أعتقد أنني أعرف ما حدث. هذه رسالة تهديد، يحاول أحد منع وصولك إلى وجهتك. لا، من عساه يقدم على شيء كهذا؟ ليس لدي أعداء ولا شحناء. قد تكون هناك مصائر أبشع إذا واصلت السير في هذا الطريق. لأرافق عصبتك إلى البوابات. ستفعل هذا من أجلنا؟ شكراً، بارك الله فيك. بسرعة، أبعدنا عن هنا. لنتحرك، المدينة ليست بعيدة للغاية. هيا، علينا مغادرة هذا المكان بسرعة. كان علي البقاء في البيت. أين ديارك؟ أتيت من بلاد الإغريم، غرب هذا المكان، وراء اليم. كنا ننقل بصحبة حصان لجوم سلعا من بغداد وإليها. يا للمدن التي زرناها، القدس والبصرة وسامراء نفسها. ابق قريبا. يخبرني صديقك التاجر أن هذه السلعة متجهة إلى دائرة المال. نعم، المزاد الكبير حدث ضخم، ما يعني أن متطلباته أكبر. أتنوي حضوره إذن؟ حضوره؟ أتمنى فقط لو كان لدي ما أنفقه من النقود. إننا نوفر المؤن اللازمة للتحضيرات فحسب. من أرسلكم؟ لن تعرفوا.
الحراس تقريراً لشخص يدعى العنقاء. هذا يؤكد شكوكي. يا للهول، أمن الممكن أنهم مرسلون لقتلنا؟ على الأرجح. هذا ليس عجيبا. أعلن اعتراضنا على الخلافة والضرائب الجائرة. قد يكلفنا الأمر رؤوسنا، لكن الساكت عن الحق شيطان أخرس. إنهم لا يحبون هذه المعارضة. لن أندهش إذا جعلوا منا عبرة للآخرين ممن قد يحاولون فعل الشيء نفسه. وصلنا بغداد، أنتم آمنون الآن. إنك رائع، شكراً لك. لقد وصلنا. شكراً لك يا سيدي. بغداد ليست آمنة. يشاع في الأسواق شيء عن تجار جروهم من متاجرهم. أسمعت بظلم كهذا؟ تقول الشائعات إنهم يستهدفون الذميين، أي التجار من غير أهل هذا المكان. يريد العباسيون حصة في جميع التجارات. بوجود النقود فأرواح الناس أمر هين. الرسالة التي تركها الحراس كانت من شخص يدعى العنقاء. إنه الشخص المسؤول عن الهجوم. جبات الضرائب عند الحراس اسمهم العنقاء. هذا غريب فعلاً. أليس طائر العنقاء أنثى؟ أخبرني باسمه وأين يمكنني العثور عليه. سهيل يسكن في قصر غرب الكرخ. لا أظنه يعمل بمفرده. شكراً يا صديقي، وفقك الله. أيها الحرس، توجد آفات تلوث شوارعنا. إنه المجرم. أحتاج إلى مساعدتك.
كل جواد كبرى. ما هذا إذا؟ على رسلك. تبا لدينا رفقة. مهلا. يبدو تحريك هذه المكتبة ممكناً. لقد رأيت مثل أحجار الأرضية هذه، إنها تتحرك تحت وطأة وزن ثقيل. لا مزيد من الجرار الثقيلة بالجوار، علي البحث في مكان آخر. أي نذر فقر هذا؟ يمكن أن يعمي هذا المرء بالجشع. النقود الكارولينجية، أفهم رغبة درويش في هذه النقود.
إسحاق زجرني كما يفعل مع قطيع جاموس نائي. أيها الشرير مطلق الصلاح. لا يجب أن نتدخل حول تلك النظرية. تغوين نفسي أن أحتفظ بهذه، لكنني لن أغضب درويش. الأفضل أن أستخدم الظلة. الذهاب لرؤية الرجل الذي من الشام. يا آدم توقف. ماذا؟ أنت قف مكانك. أصيرك الله. Thank you.
الحصار عند الميناء ممول من نقود الناس. لعل هناك معلومات أكثر يمكنني العثور عليها. سأقتل وسأخرج فمك. بثبات هيا. أين هم؟ يفترض أن يعودوا بالنقود. سيقلب رأسي إن لم أسلمها. ما مدى صعوبة انتزاع النقود من هؤلاء الحمقى؟ بلاد الإغريق، الهند، الصين. الضرائب قد سددت. جاب الضرائب لا يعمل بمفرد. هناك شخص ليس من بغداد يتحكم في الخيوط. ثمة رائحة على الخطاب. عطر. ورد مع حديد.
مغامر بزيادة الضرائب، تتدفق نقود أكثر إلى أيديهم. انتهيت من هذا المكان، لا وجود لأدلة أخرى. روشان ورفقة في انتظاري عند المقر. أفضل أن أبقى مستقيم. أملاك زهرة، لكن لا أحد في البيت. الآن فرصة مناسبة لتفتيش مكانها. كتاب شعر آخر من تأليف عري تحظى بشعبية جيدة ضمن أوساط معينة بالتأكيد. زهرة مرتبطة بالتنظيم حتماً، إلى جانب شخص ما يدعى الرابيسو. عرفت كل ما بوسعي،
من الأفضل أن أصعد إلى منطقة مرتفعة واستعد. قد تعود زهرة في أي وقت. أحتاج إلى عينيك يا صديقي. أيها الخدم، أعدوا كأساً من عصير التمر على الثلج، وقدموه مع صحن من الخبز المعسول والرمان، ثم حضروا أملاح الاستحمام، فأنا منهكة تماماً. الجنة حيث تجدينها. لا يزال ذلك العجوز الأحمق يعبث بقرصه القديم ومرضاه العاجزين. هراء. طبعاً سيدتي. الإجابات الحقيقية توجد في الكتب. تسيير عملهم العظيم. من حسن الحظ أن حنين لم يستطع ترجمة أي كلام. انتظر! ماذا؟ كفر عن ذنوبك! علي العودة إلى الرفيق.
باسم، انضم إلي على السطح. فلتصحبك السلامة في رحلتك. باسم، كنت أعرف أنه أنت. ليس لديك وحدك أعين ترى من بعيد. إذن يا تبب، هل ملأت الشوارع بالأعين والجواسيس؟ هكذا حياة الرفيق، لولا معرفتي أين كنا سنصير؟ المعرفة أداة، سلاح، يمكن استخدامها في الخير أو الشر، والتنظيم يستخدمها في الشر حقاً. ماذا عرفت؟ الفساد مستشر جداً داخل بيت الحكمة. إنهم يستخدمون كتاباً قديماً ليبنوا جهازاً خبيثاً. لقد سمعت شائعات عن هذه البدعة الكفرية، يطلقون عليها العمل العظيم. يجري التنظيم تجارب على الناس، تجارب قاتلة. لقد ردعتهم بشكل مؤقت، لكن شخصاً يدعى الرابيس يدير الأمور في بيت الحكمة. ألديك فكرة عمن قد تكون شخصية رابيس هذا؟ إنني أشتبه في العالم الكبير فاضل فهيم. ذلك العجوز الوهن؟ الأدلة التي جمعتها تخبرني بذلك. ربما سيقيم بيت الحكمة ندوة كبيرة قريباً، اجتماع غير رسمي للعلماء، درس، مرطبات، لغو، حتى إن العظيمة عريب ستحضر. اذهب، تجسس على هذا المدعو فاضل بحذر، لكن لا تشهر نصلك في الندوة، لا نريد أن نكشف أمرنا بعد. لكن إذا كان فاضل مذنباً وبمفرده، فحينها كلافع السم عليك لدغه، لكنك لابد أن تكون متأكداً. قبل أن أتصرف سأكون متأكداً. بشكل صارم. تستمر الشرطة في اعتراض الطريق، هل يمكنك المساعدة في تأمينه؟ تنفس السعداء يا صديقي، لا تخف. أيها الناس، يطمئنكم الخليفة، قضت الشرطة على بلاء مدينتنا. لقد انتهى الأمر، لن يزعجنا بعد الآن. يفترض أن الندوة هنا
حيث يشارك ألمع الأشخاص في بغداد حكمتهم. فإن أفضل تطريزا حجازيا في ورشة صغيرة يا لها من كتب كثيرة. لا تظن أني أمين مكتبة، أنا كاتب، كثير من هذه مؤلفاتي الخاصة، لكنني بالفعل أجمع الكتب أيضاً. تخفي المدينة مجلدات أخرى نادرة وقديمة، إن عثرت على أحدها فأحضره هنا، سأجعل الأمر يستحق وقتك. جيد جداً، من المؤكد أن أحداً في المدينة لم يرى هذا. إذا عثرت على مزيد فستجدني هنا. لديك شيء من أجلي؟ ليس حتى الآن، ربما نجد في المرة المقبلة ما هو أكثر من الكلمات الجوف والإزعاج. معذرة، أبحث عن درس العالم الكبير. سيبدأ درس فاضل فهيم حول أسلاف البشر السابقين على الطوفان عما قريب. استمتع بمخزوننا من أطايب الطعام والمرطبات اللذيذة من فضلك حالياً. أين الشاعرة عريب المأمونية؟ أعتقد أنك ستنتظر الحورية لبعض الوقت. لقد غادر هذا الصباح إلى مصر. أين الشاعرة عريب المأمونية؟ أين عريب؟ تمنيت أن أنال نفحة من هالتها العظيمة، من النادر رؤيتها خارج المدينة المدورة. المحبوبة في الحديقة تتأمل جمال وكمال الطبيعة. أن يكون المرء زهرة بين يديها الحكيمتين هو إلهام لبيت شعر ركيك. لابد أنها مرتاحة لتحررها من رعاتها الأثرياء. لعلها تعيش حياة مزدوجة مثيرة وسرية، فتخرج من قصورها خلصة بحثاً عن الإلهام في حياة العامة. أشك في ذلك. ماذا ترى؟